القوافل الرياضيه بقفصه. خميس الثامري في حراسه المرمى، ثم ايوب التليلي، سليم باشا، حمدي العابدي، اسامه الحسيني، محمد فرانسيس كاي، هيثم المحمدي، وجدي المجري، برهان غنام، مروان الترودي، وازر الغالي. حكم امير لوسيف امامكم على الصوره، يساعدوا كل من انور هميله ومروان سعد، باش يعطي بعد لحظات اشاره الانطلاق للشوط الثاني من هذه المباراه. قلت احد ابرز المباريات في الجوله الثامنه لبطوله الرابطه المحترفه الثانيه، الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، احد ابرز المباريات. حبيت نقول انه ثم مباراه ثانيه كذلك باش تجمع في الساعه الرابعه بين الترجي الرياضي والملعب التونسي، وانطلاق الفتره الثانيه مشاهدينا الكرام. هنا في ملعب قفصه الكره الاولى تخرج، ضربه مرمى لصالح النادي الافريقي. فاروق بن مصطفى يرجع الكره للعب في اول دقائق، اولى دقائق الفتره الثانيه. كره في مناطق القوافل، ثم ايوب التليلي يعمل مراوغه اولى، ثم مراوغه ثانيه، يرفع الكره، ثم ستيفان حسين ناطر، لكن الحوار مازال متواصل على الكره. هيثم المحمدي يبدل اتجاه اللعب لحمدي العابدي، طويله في اتجاه المجري والمخالفه، المخالفه والانذار ضد بلال العيفة. منذ بداية الفترة الثانية مخالفة لصالح القوافل الرياضية بقفصة، وإنذار للمدافع بلال العيفة. ثم برهان غنام أمام الكرة، والحارس كما تشاهدوا فاروق بن مصطفى ينظم الدفاع نتاعو. ننتظر تنفيذ المخالفة، برهان غنام، وتتلعب الكرة الثنائية، وتسديد في دين فاروق بن مصطفى، تسديدة قوية من سليم باشا، معروف هذا اللاعب بتسديداته القوية. تتلعب الكرة الثنائية بينه وبين برهان غنام، وكرة تقريبا أرضية، يتصدى لها الحارس في المكان المناسب فاروق بن مصطفى، ترجع لصالح القوافل. أيوب التليلي ما تعداش كرة وجدي المجري، وعلى أدينا البوسليمي، والمخالفة لصالح النادي الأفريقي. مخالفة للأفريقي، هذه الإعادة أمامكم. ثم مراد الهذلي يلعب الكرة مع سيف تقاء، يرفع الكرة في مناطق القوافل الأرضية بقفصة، والمخالفة هذه المرة لصالح القوافل، واللاعب هو برهان غنام، كان في متابعة للكرة. إذا مخالفة لصالح القوافل، نذكروا المشاهدين الكرام أنه يعني اليوم الزوز مدربين نزلوا بتشكيلات مختلفة عن الجولات السابقة، والتغييرات جذرية خاصة بالنسبة للنادي الافريقي. عودة سيف تقاء إلى الدفاع بعد غياب طويل، كذلك إقحام مراد الهذلي منذ البداية، وثلاثة لاعبين للمرة الأولى كأساسيين بالنسبة للافريقي، غازي العيادي، شهاب الجبالي، وبسام الصرافي، واعتماد واضح على الشبان من المدرب نبيل كوكي في ظل يعني غيابات كثيره يشكو منها فريق النادي الافريقي، على غرار سليفو، كوليبالي، تجاني بالعيد، وسام يحيى المنيوي، الوذرفي، هشام بالقروي، وياسين المكاري. هذه ابرز الاسماء الغايبه عن قائمه الافريقي في هذه المباراه. عنده الهجوم الان، والكره في اتجاه شهاب الجبالي، لكن سليم باشا في المتابعه، ثم حمدي العابي يبعد الكره مباشره لمراد الهذلي. ستيفان حسين ناتر
مراد الهفي من ابرز اللاعبين اللي عندهم خبره في وسط الميدان، مراد الهفي وستيفان حسين نادر عندهم يعني عديد المقابلات في ساقيهم، على العكس من ذلك البقيه غازي العيادي وشهاب الجبالي وبسام السرافي. كرة ترجع مباشرة، ثم إشارة من حكم المباراة، كرة ترجع لصالح الإفريقي. تعود الكرة بتماس على مستوى الخط الشطري للميدان، والتدخل من الحمدي ثم حمدي العابدي، والكرة يحاول يعكس بها الهجوم فريق القوافل. التماس يمشي بسرعة، وجدي المجري ينفذ التماس. أيوب تليلي، أيوب تليلي يلعب الكرة مع برهان غنام، وتدخل الدفاع في مرة أولى، ثم ترجع الكرة للأفريقي. شوفوا هشام اللاعب شهاب الجبالي يعطي كرة لمراد الهفي، مراد الهفي علاء الدين البوسليمي، والكرة لصالح الأفريقي. تماس لصالح النادي الافريقي. يتنفذ التماس ويدخل مروان الترودي، ثم سليم باشا، الحارس مرميه خميس الثامري. خميس الثامري كورته مباشرة إلى التماس. تماس لصالح النادي الافريقي، علاء الدين البوسليمي، ثم مراد الهفي، لكن افتكاك الكره من ايوب التليلي. يلعب مع المحمدي لوجدي الماجري، قبل ما تخرج الكره الى التماس ياخذها مراد الهفي، تتعدى الكره ثم حمدي العابدي كما جات في اتجاه مروان الترودي، وافتكاك الكره ترجع الان لبسام السرافي، وتتعدى الكرة خطيرة لصالح النادي الافريقي أمام مناطق الجزاء. كرة عند مراد الهفي، كانت من شهاب الجبالي، ثم غازي العيادي، غازي العيادي لشهاب الجبالي. شهاب الجبالي يعمل المراوغة، يتعدى، ولكن افتكاك الكرة والمخالفة لصالح النادي الافريقي. المخالفة لشهاب الجبالي. أدركنا الدقيقة السابعة، يعني دقيقة 52 في المباراة، والمخالفة الجنوبية يمشي لها غازي العيادي. معروف هذا اللاعب على مستوى تنفيذ الكرات الثابتة، يعني عرفناها في هذه المباراة الحقيقة، والتنفيذ المخالفة عند غازي العيادي. غازي العيادي ينفذ المخالفة والكرة الرأسية، ولكن ثمرة خرجت كرة، ضربة مرمى لصالح القوافل. ترجع الكرة من الحارس خميس الثامن محمد فرانسيسكاي، يبدل اتجاه الكرة لأيوب تليلي. النادي الافريقي منظم أكثر في هذه الفترة الثانية. كرة تعدى لمروان الترودي، مروان الترودي، مروان الترودي يحاول يقدم الكرة قبل ما تخرج، يعمل التوزيع والركنية، الركنية لصالح القوافل. الركنية على يسار الحارس فاروق بن مصطفى، والتنفيذ عند برهان غنام. برهان غنام يرفع الكرة، ترجع من الدفاع، وثم هيثم المحمدي، هيثم المحمدي في متابعة هذه الكرة، يرجع بها لمحمد فرانسيس كاي. محمد فرانسيس كاي بدل اتجاه الكرة لبرهان غنام، والركنية مرة أخرى، الركنية لصالح القوافل الرياضية بقفصة. برهان غنام كالعادة في التنفيذ الكرة الثابتة. برهان غنام يرفع الكرة والرأسية، سليم باشا خارج الميدان،
ضربة مرمى. يضغط فريق القوافل في محاولة لتعديل النتيجة، لكن كما قلت النادي الافريقي منظم أكثر في الشوط الثاني حسب العشر دقائق الأولى، خاصة على مستوى افتكاك الكرة. ترجع الكرة إذن من فاروق بن مصطفى، ثم سليم باشا والمخالفة لصالح الافريقي، يعلن عليها الحكم أمير لوسيف. يبقى اللاعب الافريقي ملقى على الميدان في انتظار اسعاف هذا اللاعب. كرة ستعود بمخالفة لصالح النادي الافريقي. النادي الافريقي اللي سجل 10 اهداف الى حد الان وقبل 6 عنده ايجابي 4، بينما فريق القوافل ارقام كذلك تعطي فكره عن وضعيه الفريق، سجل 4 وقبل 12، يعني الا 8. تتلعب الكره على الدين بوسليمي، يلعب مع الهذلي، ترجع البوسليمي يحاول يعمل المراوغه والدفاع يصر على افتكاك الكره، ثم ايوب التيلي يخلي الكره تخرج ضربه مرمى لفريق قوافل قفصه. فريق القوافل اللي عنده نقطه من اصل 21 نقطه بعد 7 مباريات. كره تعود لوجدي المجري، يلعب مع فرانسيسكاي، فرانسيسكاي لبرهان غنام، يحاول يخرج كره، ثم الدفاع سيف تقاء مع ازر الغالي، ياخذ الكره ازر الغالي والحكم يطلب اللعب، ثم ركنيه، وركنية حسب إشارة المساعد. كان هناك البحث عن مخالفة بعد ما تباطأ سيف تقاء، يأخذ الكرة أزر الغالي يتقدم والحكم يقول ركنية. برهان غنم الركنية الثالثة في الشوط الثاني على التوالي، لكن ثم لعب بقاء على أرضية الميدان من النادي الأفريقي بعد تنافس على الكرة مع فرانسيس كاي. يبقى إذا تتواصل العملية، يرجع له الحكم لإخراج هذا اللاعب. كرة أكيد باش ترجع بركنية لصالح القوافل الرياضية بقفصة بعد 57 دقيقة في المباراة. شوفوا هذه الإعادة بالضبط، هذه الكرة، كان هناك حوار على الكرة بين فرانسيس كاي و اللاعب الافريقي. على كل يخرج لتلقي الاسعافات والركنيه باش ينفذها برهان غنم، يرفع الكره ويدخل الدفاع عن طريق البوستيمي. ترجع الحمدي العابدي، حب يرجع الكره بسرعه للهجوم لكن تقطع لصالح الافريقي. غازي العيد، غازي العيد يلعب الكرة مع يوان توسكار لمراد الهذلي. مراد الهذلي ممتازة لتخريج كرة، ثم السرارفي وغازي العيد يسدد وما زالت الكرة تلعب. مراد الهذلي يوزع والرأسية في دين الحارس، هذه المرة رأسية يوان توسكار في دين الحارس خميس الثامري. بعد ضغط القوافل ثلاثة ركنيات يأتي الهجوم للإفريقي. ترجع الكرة بمخالفة لصالح القوافل والحكم يطلب اللعب. المخالفة تنفذت بسرعة في اتجاه اللاعب مروان الترودي، طالب بمخالفة لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب. كرة ترجع لصالح القوافل، بالفعل كان هو مروان الترودي اللي خذا الكره من المخالفه. كره عند اسامه الحسيني، يلعب مع حمدي العابدي واسامه الحسيني. سليم باشا
سليم باشا يرفع الكرة، وجدي المجري تتعدى الكرة، ثم أيوب التليلي ولا تخرج الكرة ما يخلطش عليها. التمريرة ما كانتش دقيقة لأيوب التليلي، والتماس لصالح النادي الإفريقي. يتنفذ التماس من علاء الدين البوسليمي، لكن ترجع الكرة لصالح القوافل. أيوب التليلي يلعب لفرانسيس كاي، فرانسيس كاي كرته مباشرة لبلال العيفة، ترجع لصالح القوافل. أيوب التليلي، برهان غنام، برهان غنام لمروان ترودي، باهي واحد اثنين مع إزر الغالي، تعدى الترودي يلعب لفرانسيس كاي، ولكن الكرة تعدى وجدي المجري، إمكانية التهديف وممتاز الحارس فاروق بن مصطفى، أبرز فرصة في الفترة الثانية. وجدي المجري تقريبا وجه لوجه، ما يتمكنش من مغالطة الحارس اللي يتألق. الحقيقة تألق لفاروق بن مصطفى بامتياز. شوفوا الإعادة، تتعدى الكرة لوجدي المجري، ولا يبعد على المدافع يسدد، والحارس كان في المكان المناسب. تقريبا في التوقيت 60 دقيقة، وجدي المجري ما يتمكنش من تعديل النتيجة بعد تألق الحارس فاروق بن مصطفى. أبرز فرصة في هذا الشوط الثاني، محاولة تعديل النتيجة. هذه المطالبة بالمخالفة اللي حكيت عليها منذ قليل، عملية الاعتراض. هذه هي الكرة، ثم الكرة شوفوا كيفاش تعدت من أزر الغالي، وكان في المتابعة بلال العيفة يتمكن باش يبعد عليه، ووجه المجري يسدد، والحارس في المكان المناسب. ثم التغيير في تشكيلة الإفريقي، يخرج شهاب الجبالي ويدخل نادر الغندري. هذا هو التغيير، إذن شهاب الجبالي أمامكم خارج اللاعب رقم 15 ودخول نادر الغندري. تغيير يهم قطاع وسط الميدان بالنسبة لنبيل الكوكي، بالطبيعة لاعب يعني عنده صبغة أكثر دفاعية، معروف في نادر الغندري يعني في افتكاك الكرة والهجوم لصالح القوافل. كرة ترجع من دفاع الأفريقي، سيف تقاء مباشرة لأيوب التليلي. أسامة الحسيني يلعب مع برهان غنام، يبدل الكرة الحمدي العابدي على الجهة اليسار، حمدي العابدي ويخلط الكرة مروان ترودي، مروان ترودي يوزع وضربة جزاء، ضربة جزاء لصالح القوافل الرياضية بقفصة في توقيت 62 دقيقة، ضربة جزاء لصالح القوافل بعد عملية التوزيع من مروان ترودي. شوفوا الهجوم، كرة تخلط من حمدي العابدي لمروان ترودي بالرجل اليسرى، والكرة تضرب في اللعيفة، في يد بلال العيفة. شوفوا الإعادة واضحة، كرة في اليد اليمين واضحة، ضربة جزاء لصالح القوافل الرياضية بقفصة كما قلت في توقيت 62 دقيقة. فرصة الآن يعني واضحة لتعديل النتيجة لفريق القوافل. ننتظر التنفيذ ضربة الجزاء بعد الحقيقة كما قلت، فمن ضغط لفريق القوافل. اللاعب آزر الغالي هو اللي باش ينفذ ضربة الجزاء، وهذا الضغط أثمر ضربة جزاء، ولو أنه الإفريقي يحاول عن طريق بعض الهجومات، لكن كما قلت الفرصة تتاح الآن لفريق القوافل. أزر الغالي وجه لوجه مع الحارس فاروق بن مصطفى، أزر الغالي يأخذ إشارة ينفذ، والهدف التعادل، هدف التعادل لصالح القوافل الرياضية بقفصة في توقيت 64 دقيقة لعب، دقيقة 19 في الشوط الثاني، 64 دقيقة وهدف التعادل عن طريق أزل الغالي بعد ما نجح في تنفيذ ضربة جزاء تحصل عليها مروان الترودي بعد لمسة يد من بلال العيفة، والمعطيات جديدة في المباراة اللي تعود لبدايتها. التعادل الآن 1-1 بين الفريقين.
اذا هدف مقابل هدف عن طريق ضربه جزاء كانت واضحه بعد توزيعها من مروان ترودي. اذا كما قلت المباراه تعود مشاهدينا الكرام الى بدايتها، والكره تعود لصالح الافريقي. مراد الهذلي يلعب مع نادر الغندري، حكم يوقف اللعب، يمشي نبيل الكوكي يقول له التزم بمكانك، يعني في المكان المخصص للمدرب. شوفوا الحكم يحكي مع نبيل الكوكي، نبيل الكوكي اللي عنده يعني تاريخ في قفصة والجماهير تحترمه. يعني هنا شوفوا تصفيق بعد يعني تجربة كانت طويلة نوعا ما، لأنه نعرفوا تعدد المدربين وعدم استقرار الإطار الفني في قوافل القفصة. حتى في الموسم الماضي قلت بن يحيى عمل مباراة وحيدة ضد جرجيس، ثم جاء نبيل الكوكي في الجولة الثانية وبقى حتى للجولة 26، يعني تقريبا لعب 23 جولة مع القوافل. ورغم انه النتائج في البداية ما يعني ما كانتش باهية، لكن جات نتائج بعد بالنسبة لنبيل الكوكي وكون فريق في قفصة. لكن كما تعرفوا يعني التغييرات اللي تصير على التشكيلات في كل عام والانتدابات وخروج اللاعبين ما يخليش الاستقرار على مستوى الاداء والنتائج بالنسبه للقوافل اللي انتدبت هذا الموسم، يعني عدد كبير من اللاعبين. لكن في الحقيقه نبيل الكوكي خلى فريق ماهوش خايب في الموسم الماضي، ولكن اغراءات الهلال السوداني هي اللي خلته يغادر قفصه، وهذا هجوم للنادي الافريقي. مراد الهذلي افتكاك الكره من فرانسيسكاي والمخالفه لصالح دفاع القوافل الرياضيه بقفصه. قلت اغراءات الهلال السوداني ما خليتوش يكمل التجربه نبيل الكوكي، وكيف كيف سنا يعني العرض نتاع النادي الافريقي اغراه، رغم انه كان قادم على زوز القاب في السودان البطوله والكاس، ولكنه غادر وجاء لفريقه الام اللي هو فريق الام الحقيقه باجا، ولكن عنده تجربه كبيره في الافريقي ويبقى دائما ابن الافريقي اللاعب السابق نبيل الكوكي. قلت العرض نتاع الافريقي خلاه يضحي يعني بزوز القاب مع الفريق السوداني، وياتي الى الحديقه لتدريب النادي الافريقي. هذه كره لصالح القوافل، ايوب التالي يوزع، وثم نادر الغندري. نادر الغندري على مستوى المتابعه الدفاعيه يلعب كره مع يوان توسكار، ثم افتكاك الكره لصالح القوافل. بوريان غنام، بوريان غنام يبدل اتجاه الكره لوجدي المشرقي، لكنها خرجت الى التماس. على ذكر الانتدابات، يعني كنت حكيت منذ قليل على التغييرات الكبيره اللي دائما تصير في بدايه كل موسم. انتدابات اغلبها يعني في هذا الموسم بالنسبه لقفصه للاعبين ما كانوش اساسيين الحقيقه، و ما كانش عندهم برشا كره في سقيم كما نقولوا في كره القدم. وهذا التغيير في صفوف الافريقي، دخول اللاعب ماليك توري. مكان اللاعب غازي العيادي، هذا هو التغيير الثاني. اذا يخرج غازي العيادي ويدخل ماليك توري. التغيير الثاني بالنسبه للمدرب نبيل الكوكي، بينما يحافظ فريق قفصه على نفس التشكيله الاساسيه. الكره للافريقي، بلال العيفة يلعب مع الهذلي، والكرة في اتجاه السرارفي لكن يدخل الدفاع أسامة الحسيني. ترجع الكرة من السرارفي، عبد القادر الوسلاتي مباشرة توزيعها كانت في دين الحارس خميس الثامري. إذا تتغير النتيجة مشاهدينا الكرام لصالح القوافل بعد ما سجل هدف التعادل في الدقيقة 64، واحنا الآن نعيش الدقيقة 69 في المباراة، يعني تقريبا منذ 5 دقائق عدل القوافل. والكرة مباشرة سهلة تمشي للحارس خميس الثامري بعد ضغط فرضه على الدفاع الافريقي،
تحصل على ثلاثة ركنيات فريق القوافل، ثم ضرب جزاء كرة من سليم باشا لفرانسيس كاي. وجدي المشرقي يعطي كرة مخطئة خطيرة للأفريقي، الكرة عند يوان توسكار لماليك توري ويدخل الدفاع، كادت تكون خطيرة أيوب تليلي هو اللي دخل، كادت تكون خطيرة هذه الكرة ما خلطتش كما يلزم بالنسبة لماليك توري، يرجع الهجوم المعاكس أزر الغالي والمخالفة لصالح القوف. مخالفة أيضا لقوافل قفصة، تم التغيير في الأفق، غازي شلوف مع لما يبدو باش يتم إقحامه. غازي شلوف اللاعب السابق للنادي الصفاقسي، يعني شأنه في ذلك شأنه أسامة الحسيني كذلك لاعب المحور أساسي اليوم من نادي الصفاقسي، وثم لاعب ثالث حمزة شطبري ماهوش موجود اليوم في القائمة بسبب الإصابة. ثلاثة لاعبين من انتدابات النادي الصفاقسي، وبرهان غنام ينفذ المخالفة، ترجع الكرة من دفاع الافريقي، ترجع الكرة سيف تقاء يقود الهجوم، سيف تقاء يخرج من موقعه الدفاعي يوزع، ثم ماليك توري يرجع الكرة ممتازة للهذلي يسدد تصطدم بالدفاع، مازالت الكرة خطيرة والمخالفة ضد توري، رفع الرجل من لاعب ماليك توري، إذا مخالفة في دفاع القوافل الرياضية بقفصة. هذا هو اللعبة مع قيس اليعقوبي، غازي شلوف اللي باش تم اقحامه بعد قليل، والمخالفة لوجدي المشرقي ضد علاء الدين البوسليمي، والراية كانت واضحة من المساعد أنور هميلة، هذه الإعادة. على كل قيس اليعقوبي أكد أنه ثم مشكل نفساني كبير بالنسبة للاعبي فريق القوافل، كذلك مشكل بدني وعدم استقرار في التشكيلة الأساسية، كلها عوامل خلات الفريق ما يحققش نتائج طيبة في هذا الموسم والبداية الكارثية لفريق القوافل. على كل يتوقف العب مرة أخرى مشاهدينا الكرام، ثم لقطة مع الأسف يعني يبدو لي ثم إصابة للمدرب نبيل الكوكي، ثم إصابة لنبيل الكوكي اللي سقط على أرضية الميدان، ما نعرفش هل أنه ثم بعض المقذوفات اللي ترمات على نبيل الكوكي، نبيل الكوكي ملقى على أرضية الميدان أو كما تشاهدوا على الصورة، مع الأسف إذا كان نشاهدوا يعني مثل هذه المشاهد. قلت لنبيل الكوكي يحظى بتقدير كبير هنا في قفصة بعد العمل اللي قام به في الموسم الماضي، تقريبا موسم كامل يعني خرج قبل نهاية الموسم بأربعة أو خمسة لقاءات، ولكن أنا ما شاهدتش الحقيقة مقذوفات، ولكن شاهدت نبيل الكوكي ملقى على الـ على الـ يعني على أرضية الميدان، يبدو أنه أغمي عليه. على كل مازال طاقم الإسعاف يعني مع المدرب نبيل الكوكي، على كل نحاولوا نعطيكم المعلومة يعني من بعض الزملاء اللي موجودين على حافة الميدان. نبيل الكوكي شاهد فيه الآن قام، ولكن يتوجع من بعض الآلام على مستوى الرجل. على كل شاهدوا كذلك في سيارة الإسعاف تصل إلى بنك الاحتياط،
ربما سيقع نقله الى المستشفى. لننتظر. هذا معطى اخر في هذه المباراه، يعني زوز اهداف كذلك توقف اللعب في الفتره الاولى تقريبا لمده 7 دقائق بعد احتجاج كبير على يعني ضربه جزاء طالب بها فريق قفصه. ثم هذه اللقطه بعد سقوط نبيل كوكي على الارض، وكما قلت سيارة الإسعاف تدخل. ما زلنا لم نعرف الأسباب، هل أنه تعرض إلى وحكة صحية أم أنه تم رمي ربما مقذوفات أو شيء من نوع آخر. على كل على كل مرة أخرى مشاهدينا الكرام نذكركم أن المباراة متوقفة. حاولنا نستقي بعض الأخبار، ما يمكن تأكيده أنه نبيل كوكي باش يبقى على البنك لأنه سيارة الإسعاف رجعت إلى مكانها، ويقولوا لي بعض الزملاء هنا أنه ربما فما قرارة متى ما هي اللي تثبت يعني نعرفه لنبيل كوكي كان يعني متوجه إلى المدرج الخلفية، وربما يعني بسبب قذف كما قلت قارورة ماء. على كل المباراة باش ترجع بعد هذا التوقف اللي دام تقريبا 5 دقائق ستعود المباراة. يبقى نبيل كوكي على بنك الاحتياط. ثم زوز تغييرات كما قلت، غازي شلوف وكذلك داب ماريوس لعب الايفواري باش يتم اقحامهم بالنسبه لقوافل القفصه. تتلعب الكره مباشره في دين الحارس لكن ثم مخالفه يعلن عليها الحكم. أدركنا الآن دقيقة 77 في المباراة، ويعود نبيل كوكي لبنك الاحتياط بعد ما أغمي عليه في الميدان. كرة من مراد الهذلي ثم الغندري يفتكها فريق القوافل محمد فرانسيس كاي، ثم بلال العيفة والافتكاك الكرة من مروان الترودي حاب يعكس بها الهجوم. يرجع بلال العيفة يلعب الكرة مع سيف دقاء، سيف دقاء للغندري والتوزيعة من بلال العيفة. تلقى اللاعب أسامة الحسيني، هيثم المحمدي، هيثم المحمدي يلعب الكرة في العمق لأزر الغالي والمخالفة ضد مهاجم قفصة أزر الغالي ابن جريدة توزر ولاعب النادي الافريقي كذلك، كانت عنده تجربة كذلك في نجم المتلوي. تتلعب الكرة لصالح النادي الافريقي. وجدي المشرقي، وجدي المشرقي يخرج كرة والتسلل ضد آزر الغالي. ثم راية لوجود التسلل. هذه الإعادة أمامكم. كرة ترجع لصالح النادي الإفريقي. بلال العيفة، بلال العيفة ما زالت عنده الكرة. دخلت الآن النادي الغندري ثم افتكاك الكرة والتغيير باش يتم الآن
بالنسبة لفريق القوافل كما قلت دخول غازي شلوف. مكان وجدي المجري يخرج إذن وجدي المجري، أول تغيير دخول غازي شلوف. كذلك تغيير ثالث بالنسبة لنبيل كوكي لسعد النووي يتأهب للدخول. غازي شلوف أمامكم ياخو مكان وجدي المجري لاعب رقم 17، ومراد الهذلي يخرج وياخو مكانه لسعد النووي كآخر تغيير، يعني ثلاثة تغييرات كاملة بالنسبة لنبيل كوكي. يدخل لسعد النووي فتلعب الكرة لصالح الأفريق. نادر الغندري والهجوم المعاكس، آزر الغالي يعمل مراوغة ممتازة العملية، وفرانسيس كاي يخرج الحارس فاروق بن مصطفى، والمخالفة لصالح القوافل الرياضية بقفصة. المخالفة ما كانش عنده حتى حل، والانذار، الانذار لفاروق بن مصطفى. الحكم ينظر فاروق بن مصطفى اللي كما قلت ما كانش عنده حل الا ارتكاب المخالفة بعد المراوغة الممتازة اللي عملها آزر الغالي وتخريج الكرة لفرانسيس كاي. الحكم ينظر فاروق بن مصطفى والمطالبة بالإقصاء في هذه اللقطة، يعني احتجاجات مرة أخرى كبيرة على حكم المباراة. مخالفة إذن للقوافل الرياضية بقفصة، وإنذار للحارس فاروق بن مصطفى بعد عملية سريعة. الكرة كانت في اتجاه آزر الغالي، عمل المراوغة بالمدافع وخرج الكرة ممتازة، والحارس يخرج من مناطقه ويرتكب المخالفة على فرانسيس كاي. إذا المخالفة لصالح القوافل الرياضية بقفصة. ثم برهان غنام وسليم باشا. سليم باشا في تنفيذ المخالفة تضرب في الدفاع وتخرج إلى التماس لصالح القوافل. إذا التماس يمشي لحمدي العابدي، ينفذ التماس غازي شلوف، والحكم يأمر بمواصلة اللعب، يقول ما فماش مخالفة. ترجع الكرة في اتجاه يوهان توسغار. يوهان توسغار يحاول ياخذ الكرة، يتدخل الدفاع، يرجع الكرة إلى وسط الميدان. ستيفان حسين ناتر يلعب مع علاء الدين البوسليمي في اتجاه مليك توري، ومعاه أيوب تليلي. أيوب تليلي والكرة ما زالت في مناطق القوافل والمخالفة لدفاع القوافل. أدركنا الآن 38 دقيقة في الشوط الثاني، يعني 83 دقيقة في المباراة. التعادل هدف مقابل هدف بين الفريقين. كرة عند غازي شلوف. غازي شلوف الهجوم للقوافل، يوزع ويدخل على الدين البوسليمي. ترجع الكرة من هيثم المحمدي إلى تماس. تماس والتغيير الثاني، داب ماريوس اللاعب الايفواري باش ياخو مكانه مكان برهان غنام. يخرج اذا برهان غنام. التغيير الثاني بالنسبه لقيس اليعقوبي، يخرج برهان غنام ويدخل داب ماريوس. كره عند ستيفان حسين ناتر. ستيفان حسين ناتر يلعب الكرة مع السرارفي ثم نادر الغندري، تفتك له الكرة ياخذها فرانسيس كاي.
ثم الداب ماريوس يفتكلوا الكرة أمام ماليك توري والهجوم يرجع للأفريقي والكرة ليوان توزغار يوزع ثم البسام الأسرارفي ولكن الراية كرة ترجع لصالح القوافل بمخالفة التسلل يمشي الحارس خميس الثامري كرة من خميس الثامري ترجع لمليك توري والحكم يقول مخالفة لصالح النادي الافريقي مخالفة لصالح النادي الافريقي يمشي على الدين البوسليمي ثلاثة تغييرات كاملة بالنسبة للمدرب نبيل كوكي اللي قال انه ربما ما يخممش برشا في الانتدابات لانه فريقه مازال كيفاز بالبطولة وعنده رصيد بشري ثري لكن ربما ما صار في بداية هذا الموسم يمكن يعود لل يعني تحذيرات في بداية الموسم ما كانش في مستوى طيب كذلك التحاق لاعبين بصفة متأخرة ومشكلة الإصابات والغيابات أثر بصفة كبيرة على مردود الأفريقي هذا ما قاله نبيل الكوكي في ندوة صحفية قال أنه الفريق يكتمل يعني يوما بعد يوم بعودة المصابين واستعادة بعض اللاعبين للياقتهم البدنية لكن ربما هذا ما شفناهش اليوم باعتبار الغيابات الكبيرة على مستوى القائمة اللاعبين هذه كرة لصالح القوافل وملك توري لنادر الغندري نادر الغندري ثم بلال العيفة ترجع لنادر الغندري عبد القادر الوسلاتي يلعب مع بسام السرارفي ثم ترجع الكرة من جديد لعلاء الدين البوسليمي مليك توري مليك توري الهجوم لصالح النادي الافريقي مليك توري يبدل الكرة لكنها بعيدة تخرج تماس لصالح القوافل الرياضية بقفصة أمامكم فوزي الرويسي مساعد نبيل الكوكي باعتبار أنه نبيل الكوكي لازم البنك بعد الحادثة منذ قليل وسقوطه على الأرض ترجع الكرة بمخالفة وأنذار لفرانسيس كاي اللاعب البوركيني في تشكيلة القوافل يتحصل على الأنذار ومخالفة لصالح النادي الإفريقي أمامكم نبيل الكوكي قلت لازم البنك وشوفوا هكا الإصابة من الرجل اللي تحدثنا عليها منذ قليل ثم إصابة في على مستوى الرجل بالنسبة لنبيل الكوكي والمخالفة ثم عبد القادر الوسلاتي على مستوى التنفيذ نذكروا أنه سيف الدين الجزيري نادر الغندري سيف الدين الشرفي وأحمد خليل من المدعوين لكأس أفريقيا الأمم اللي أقل من 23 سنة في السنغال أربع لاعبين من النادي الإفريقي عبد القادر الوسلاتي يرفع الكرة ويدخل الدفاع والمخالفة ضد نادر الغندري ترجع الكرة إذن لصالح القوافل الرياضية بقفصة آزر الغالي سجل بالمناسبة اليوم الهدف الثالث من ضربة جزاء والتغيير الثالث بالنسبة للقوافل شكيب الأشخر ياخو مكانه في التشكيلة مكان اللاعب آزر الغالي يخرج إذن كنت نتحدث عليه هذا اللاعب صاحب الهدف التعادل وكما قلت صاحب ثلاثة أهداف الآن في فريق قفصة آزر الغالي يعني أحسن هدف في الفريق معاه كل من غازي شلوف ونزار العيساوي كل لاعب عنده هدف كرة لصالح القوافل أيوب التليلي والكرة يفتكها مليك توري
يوان توسكار. ما زالت بعض اللحظات لنهايه 45 دقيقه الثانيه، لكن ثم اكيد وقت باش يضيفه الحكم بعد ما توقف اللعب باصابه المدرب نبيل الكوكي. ترجع الكره لصالح النادي الافريقي. علاء الدين البوسليمي وافتكاك الكره من مالك توري. نادر الغندري يلعب الكره مع الاسعد النويوي والمخالفه لصالح النادي الافريقي. والانذار لهيثم المحمدي قائد فريق قفصه. مخالفة لصالح النادي الافريقي. امامكم قائد فريق القوافل هيثم المحمدي اللي تحصل على انذار في العملية الأخيرة. عبد القادر الوسلاتي في تنفيذ المخالفة يرفع الكرة، والمخالفة مرة أخرى لدفاع القوافل. مخالفة ضد سيف تقاء. شوفوا الإعادة، عبد القادر الوسلاتي يلعب كرة مقوسة وسيف تقاء يرتكب المخالفة على مدافع القوافل. إذا يبقى لاعب القوافل ملقى على أرضية الميدان، وبالطبيعة باش يدخل طاقم الإسعاف لإخراجه على حافة الميدان. هذا قيس اليعقوبي أمامكم، عمل برشا تغييرات على مستوى التشكيلة اليوم في أول مصافحة مع فريق القوافل هذا الموسم الجولة الثامنة. تقريبا خمسة تغييرات على مستوى التشكيلة الأساسية، وبالطبيعة عنده عمل كبير قدامه المدرب قيس اليعقوبي في فريق القوافل. كرة ترجع في دفاع الافريقي، ثم عبد القادر الوسلاتي يرجع الكرة. محمد فرانسيس كاي، ثم حمدي العابدي طويلة. ترجع الكرة في دفاع الافريقي. علاء الدين البوسليمي يلعب مع الحارس فاروق بن مصطفى. مليك توري، ايوب تليلي. 20 مباراة دارت بين الفريقين في البطولة الوطنية، يعني منذ صعود القوافل في 2004-2005، وبالطبيعة باستثناء موسم 2012-2013 اللي نزل فيه القوافل إلى الرابطة الثانية. إذا 20 مباراة دارت بين الفريقين، 12 انتصار للإفريقي، انتصار وحيد للقوافل، وسبع مباريات انتهت بالتعادل بين الفريقين. ونذكر أنه خلال 10 تنقلات القفصة النادي الإفريقي فاز في 3 مقابلات هنا في قفصة، تعادل في 6 وانهزم في مباراة واحدة، هي تمثل الانتصار الوحيد لفريق القوافل على الافريقي، يعني ذهابا وايابا. سليم باشا ينفذ المخالفه بعيده ضربه مرمى. قلت الانتصار الوحيد للقوافل على النادي الافريقي كان في قفصه في اياب موسم 2013-2014، تحديدا يوم 23 فبراير 2014 هدف مقابل صفر، كان الموعد مع الانتصار الوحيد للقوافل. نذكر انه في الموسم الماضي 2014-2015 النادي الافريقي فاز ذهابا وايابا، فاز برباعيه في الذهاب هنا في قفصه، ثم 3 اهداف مقابل صفر في تونس. والهجوم لصالح القوافل، ثم رايه ثم رايه لمستيد ضد شكيب الاشخر، ولعب مره اخرى ملقى على الميدان بالنسبه لفريق القوافل. شاهدوا يعني في مستوى المباراة كيفاش أصبح في النهاية، يعني ما الحقيقة ما شاهدناش مباراة كبيرة اليوم، باستثناء في بعض الفترات شاهدنا ضغط من القوافل ثم من الأفريقي سجل هدف، ثم تعود القوافل في بداية الفترة الثانية وتتمكن من إحراز هدف التعادل بضربة جزاء. باستثناء ذلك يعني كنا ننتظر مباراة أفضل بكثير الحقيقة، باعتبار الرهان الموكول للفريقين، يعني كل فريق يبحث عن الانتصار الحقيقة حتى يعود للعمل بأكثر راحة.
نعرفوا النتائج السلبيه تخلي دائما الاجواء ماهيش طيبه في كل فريق الحقيقه، وهذا ما لاحظناه في فريق قفصه وكذلك في النادي الافريقي اللي عندهم نتائج سلبيه متتاليه خاصه القوافل بعد 6 هزايم. والبدايه السيئه جدا اللي حكينا عليها خلال هذا التعليق على هذه المباراه، والاسباب عديده ومتعدده، عدم استقرار الاطار الفني، كذلك انتداب مجموعه كبيره من اللاعبين كما قلنا ما عندهمش برشا كره في ساقيهم، ولو انهم يعني بعض الاسماء تمثل قيم ثابته في انتدابات قفصه، ولكن في الموسم الماضي ما كانش تلعب. كذلك اللي قال عليه قيس اليعقوبي ثم مشكل نفساني كبير بعد سلسله الهزايم اللي تعرض لها الفريق والمخالفه لصالح النادي الافريقي. مخالفه جانبيه قريبه من مناطق الجزاء لفريق قوافل قفصه. ادركنا الان 5 دقائق بعد ال 45 دقيقه. لم نشاهد يعني كم اضاف الحكم في هذه الفتره الثانيه. 7 دقائق، اذا مازالوا دقيقتين على نهايه المباراه. قلت ادركنا الان الدقيقه 50، يعني الدقيقه 95 في المباراه، ومازالوا دقيقتين بعد ما اضاف الحكم 7 دقائق في الفتره الثانيه بعد ما توقف اللعب على اثر اصابه المدرب نبيل الكوكي. تتنفذ المخالفه والكره الراسيه والهدف الثاني، الهدف الثاني لصالح النادي الافريقي. لا، الحكم يرفض الهدف، الحكم يرفض الهدف، حتى مساعد الحكم يعني ما عطاش الاشاره بوجود هدف. يعني نشوفوا الاعاده، شوفوا المخالفه، بلال العيفه هو اللي صعد ثم مخالفه، يبدو لي ثم مخالفه على كل هدف ملغى مع نهايه المباراه. مشاهدينا الكرام، هدف ملغى مع نهايه المباراه، هاي الاعاده. بسام السرارفي كان في تنفيذ المخالفه ويصعد بلال العيفه والمخالفه على الحارس. على كل حكم يرفض الهدف كما قلت، حتى مساعد الحكم يعني ما عملش اشاره الهدف وما صعدش لخط الوسط. هذه المره اخرى الاعاده، شوفوا بلال العيفه يصعد، ربما تكون المخالفه على المدافع. على كل ثم كوكبه من اللاعبين والحكم يرفض الهدف، وان شاء الله يعني نشاهدوه باكثر التفاصيل، هذه اللقطه نشاهدوها باكثر تفاصيل في الفقرة المخصصة للتحكيم في الأحد الرياضي. ثم احتجاجات من النادي الافريقي، يعني ذكرنا احتجاجات القوافل على ضربة الجزاء وكذلك على الورقة الصفراء نتاع فاروق بن مصطفى، كذلك ثم احتجاجات من النادي الافريقي على عدم احتساب هذا الهدف. ثم شكون يقول انه بعد يعني العيفة صعد ثم اليد نتاعو لمست بعد ما لعب الكورة. على كل هذه اجتهادات احنا ما نجموش ندخلوا فيها، لانه ثم ناس يعني خبراء في التحكيم هما اللي نجموا يعطونا بالطبيعه القرار المناسب. تشوفوا في اسامه السلامي المدير الرياضي للنادي الافريقي في احتجاجات يعني حتى من وراء المرمى، وهذه الاعاده مره اخرى، شوفوا العيفة يصعد والحكم يرفض الهدف. امير لوسيف في اللحظات الاخيره، لانه الوقت انتهى الان والنتيجه بقات هدف مقابل هدف، التعادل بين الفريقين. هل يكون التعادل رقم 8 بعد 7 مباريات انتهت بالتعادل بين الفريقين في 20 مباراة، وهذه المباراة رقم 21. إذا المخالفة تشوفوا في أسامة السلامي أمامكم المدير الرياضي للنادي الإفريقي، احتجاجات كبيرة على حكم المباراة من الجانبين باش نكونوا يعني واضحين وأمناء. تم احتجاجات كذلك من قوافل قفصة في هذه المباراة وكذلك من النادي الافريقي. وفي هذه الاونه بالضبط مشاهدينا الكرام يعلن الحكم امير لوسيف عن نهاية هذه المباراة بين القوافل الرياضية بقفصة والنادي الافريقي بنتيجة التعادل الايجابي، هدف مقابل هدف. يوهان توسغار